اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي عندهم مشاكل البرد، البرد النبوله، برد الكلاوي، دابا في هذا الموسم هذا كاين ذره، كاين شعر الكوبال او شعر الذره الذهبي وقليل من الزعفران. وحضروا معي واحد الشاي اللي غادي يهنيكم من البرد، حتى الوليدات ممكن يشربوه، علاش لا، نحضروا بواحد الكميه مناسبه. خليكم معايا ان شاء الله، هذا المشروب غزال، ما تبقاش تصدعكم انكم بالليل تخمو عزكم الله المرحات وكيطير عليكم الناس، حتى الناس اللي كيتقلقوا نقص بيدوس. المهم ما نطولش عليكم، واخا كنتعطل عليكم راه دائما كنجيب لكم الجديد. لي لايك ويهمني تعاليقكم، واللي عمل شي وصفه ونجحت معاه ما فيها باس يشارك معنا، باش حتى الناس اللي معنا يتاكدوا وطمأن قلوبهم. الله يشافيكم ويشافي المسلمين. يلا خليك معايا ان شاء الله مع الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله. انا واخا تعطلت عليكم انا جيت، وسمحوا لي الا ما كنحط لكمش دائما، ولكن راكم عارفين العمل. المهم كالظروف في الشوارع، في الاحياء، في الجريده كتلقاو بائع الكبال او الذره المشوي او المسلوق. وصي وجمع لكم هذا الشعر الذهبي، شوف هذا راه لي مش فابور، شوف تبارك الله خلق الله. هذا راه الناس اللي عندهم مشاكل حريق الماء، تهدئة الأعصاب، ما نهضروش على تهدئة الأعصاب، حتى لو كان هذا بحال كفتي ما نرميوش. شتو؟ المهم على بركة الله عندنا المطايب مزيان غليان درجات الغليان. هذا راه غسلته، واخا كيكون نقيقي، هانتوما شتو كي نقيقي. مثلا مني كتجيبو الكبالة وتبغيو راه نحط لكم واحد الفيديو قصير على هكا مصغر، ملي كنحيدو الكبالة كيكون باقي نقيقي، ها ما فيه لا تراب لا والو. نجمعوه ونديروه في واحد الصاشية اللي تكون اولا في شي زيف حياتي، باش نحافظوا على الغبره. ما بغيناش نغسلوه، ولكن انا غسلته باش ترتاحوا، لان هذا جبدته. نتوما شوفوا 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 الذهب. الناس اللي عندهم حريق الماء، النساء اللي عندها حريق الماء، الرجال اللي عندهم حريق الماء، الوليدات اللي عندهم التبول. انا الزعفران اللي ما عندوش ما يدير، ضروري يكون عندكم الزعفران، ولكن اللي ما عندوش ما ليه الله. المهم انتم غناخد القليل، شوفوا انتم بيدوز. الناس اللي كتقلق، الناس اللي عندها الكآبة مبقاش كتعرف تضحك، الزعفران. الناس اللي ما كتنعش وليت واعر، ندير واحد البريق بنت اختي ولا بنت خالتي، واحد البريق لا بأس به، انا واطفالي. ابريق الشاي قد هكا مثلا اطفال، هذا انا كيعجبني هذا، علاش؟ لانه تيعمر ليا الشاي، خليني من داك البرارد المزلجين المزوقين. لكم الاختيار انتم، شوفوا شوفوا الشوربه الذهبيه. غادي نغطي بطبيعه الحال باش ما يمشيش ليا المكونات ونهضروا. مثلا بغينا نديروا بريق قد هكا، ناخد واحد الحفنه لا باس بها، شوفوا شوفوا الشكل ديالو الذهبي، شوفوا 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 خلق الله. هذا راه الى يبس نقطعو نعود نرميه مع الاعشاب ديالي. نديرو هكا في البراد وندير عليه الماء ونديرو فوق البوطه 5 دقائق فقط، 5 دقائق. شوفوا الشكل، شوفوا الشكل، غنسد لهذا باش ما يخسر ليا. شوفوا الشكل، شوفوا الشكل، غادي يتفاعل ليا المكونات. شنو غندير؟ نخليه حتى يبرد تماما، يعود يعني كشاي، نقدروا نشربوه كشاي. بالنسبه للنساء الشباب الشابات اللي ما كتنعش بالليل، كتقول لك عندي حريق الماء غادي يجيو وتطير عليا النعاس، الوسواس، الله يحسن العون. الزعفران شعره. المهم هذه الوجبه هذه زوينه، يعني راه نمشيو عند بائع الكبال نقول ليه جمع ليا فين ما ندوز، واخا ما تقضيش من عند، راه غتهنيه انت، غتهنيه من هذا. حيت الا بغيتي تجيبيه مع العطار تلقيه موسخ، اللهم جمعيه بوحديتك ونحيد له بحال هذه، نحيدو هذه ما صالحاش فيها التراب، هادي كتكون هكا تاكسدات، هادي ما صالحاش. نعزل ليا، نعزل ما فيها باس، نعزل ليا الذهبي بحال هكا، ونخلي ليا حتى هاد الفتيات هادو تا هما نخليهم لي تيكونوا معاه بحال هادي. هادي راه نفرشخها مزيان، كب عليها الماء غليان،
يعني نقيه، ما كتنعسيش، كيطير عليك النعاس الله يحسن العون، كتبقاي كدي وتجيبي في الهضره، يعني ما حيلتك الحريق الماء، ما حيلتك النعاس اللي طار عليك، ها هو ما فيها، بس نعطي لوليداتي كويس كويس كويس، ندير هذا الشيء كما قلت لك الحفنه، لا باس بها، دابا راه موجود موجود موجود، نقدر نجمع حتى واحد الخنشه الساشيات، دوك الساشيات الملونين، ونديرهم يعني في واحد المكان اللي ما فيش الشمس، يبقى عندي حتى نهار تاني الموسم الجاي بحول الله، لا طول الله العمر، نعاود تاني نجمعوه، يعني راه فين ما كنمشينا عند بائع الكبل تنقول ليه جمعوا ليا، كنعطيه ديك الجراهم، يعطيني غير هادو، غير واحد مسكين تماره وصافي، فهمتوني؟ بلاتي نصاوب واحد الاكله وانا معاكم، ندير بريريت، نعطي لوليدات شي كاس، نصفيه كاع ما يشوفوا شنو فيه، هكا حبيبي، بغيت ندير بالعسيله، والله يسهل، ما بغيتش ندير عسيله، لكم الاختيار، العسل تاني الزوين اللي عنده الارق ما تينعش، تيحرقوا عينيه، الحساسيه الموسميه، حريق الماء، اش نقول لكم، مشروب اللي رحمه، مشروب السعاده، مشروب بيدوز، الناس اللي كتقلب على الاحمرار العينين، ما نقولش لكم هاد السر، صافي الاخوان ديالي بلا ما نطول عليكم، الوصفه راه باينه، غير هو بحال هذا قاصح، ما نشدوش دائما، شد لفتي اللي كتكون، انا غنوريكم فيديو قصير غتشوفوه، دائما لفتي اللي تيكون منه لهذا، انتم شوفوا شحال جمعت، هذا راه غير البارح جبنا كبيلات ودرناهم هكا، قضينا بهم شويناهم، ولا ما عرفت سلقوهم، ما عرفت شنو داروا بهم، وهادو خليناه غير كما قلت لكم، عفاكم الله يرضي عليكم، هادي ما تبقاش عندي، ما تخص ما تبقاش ليا في يديك، تحيد بالمقص، لان ما صالحاش ليا هادي، شتيها تقدر تخسر ليا، شوفوا الذهيبات، شوفوا 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 اللون الذهبي، هانتوما الخوت، شوفوا، وردوا البال، راه كاين بعض المزورين اللي تياخذوا هادو وتيصبغوا وتيبيعوا لكم على اساس الزعفران، الزعفران الاصلي راه باش نحلو لكم اخوتي، شوفوا الزعفران الاصلي، شوف شوف هذا هو الزعفران الاصلي، شتو تيكون فيه هاد الاصفرار في هاد الجنيب ورائحته قويه، ماشي هذا، هذا تو عنده منافع ولكن ماشي بحال، يلا خليت لكم الراحه، اللي جربات هاد المشروب تكتب لي في الكومنتير جزاكم الله الف خير، اللي دار شي وصفه وصدقت لي من وصفات ناعمه داري البساطه، يحطها معانا، يحطها باش الناس تا هما يتحفزوا، يعني يعجبهم الحال، يلا الله يسهل لكم الدنيا واخره.